كما يحزن البشر، فرح كما يفرح البشر، بشر ولكنه نبي. إنسانيات محمد. كيف كانت أخلاقيات المصطفى صلى الله عليه وسلم وإنسانيته بعد الحرب؟ هل عند النصر ينسى المبادئ ويملي ما يملي بثقافة الغالب، أو هل عند الهزيمة يعني يتشفى ينتقم بأي شيء ويقول لا ليس هذا مكان الإنسانية؟ أم كيف كانت إنسانيته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه بعد الحرب؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رأينا إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في قبل الحرب بمبادئ أرساها وأعلنها، وأثناء الحرب بمبادئ أطبقها، لكن تأتي مرحلة أخرى مهمة يتضح فيها سلوك الجيوش أو القادة أو الأشخاص أو المحارب ما بعد الحرب، سواء عند انتصارك أو عند هزيمتك. الأخلاق الحقيقية تتضح للإنسان عند نهاية الحرب وليس أثناءها ولا قبلها أكثر. يعني كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه بعد الحرب يتسم سلوكه وتصرفه بإنسانية عالية رائقة وراقية. فكان أولا يهتم لأسر وأهالي الشهداء ألا يعني يطلعوا على جثث ذويهم، خاصة النساء. يعلم أن مشهد الجثث يكون صعبا خاصة على النساء والأطفال، فأمر أحد الصحابة في غزوة أحد أن يقف فيمنع النساء من الورود إلى جثث الشهداء. فالصحابي وجد من تأتي من امرأة، وجد امرأة من بعيد آتية، ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المرأة، المرأة يعني اصرف المرأة عن رؤية مشاهد الجثث لأنها تكون مسألة صعبة خاصة على الأهل وذويها. فلما ذهب الصحابي إليها وجدها صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابتعد، وكانت امرأة قوية فأبعدته. فذهبت إلى جثمان أخيها الحمزة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا صفية حتى لا ترى الحمزة بهذا المشهد، بقر البطن وتمثيل بالجثة يعني. وجاءت بثوبين فغطت بهما أخاها، وكانت امرأة جلدة صبورة يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فكر هنا في واجب إنساني أن هذه المرأة ينبغي ألا ترى مثل هذا المشهد. في موقف آخر في إحدى الغزوات مع اليهود، مر بلال رضي الله عنه يعني أخذ فتاتين من فتيات اليهود، كان يعبر بهما طريق من، فمر بهما على القتلى فصرختا، مشهد مؤلم لأي إنسان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يا بلال، أنزع الله الرحمة من قلبك لتمر بفتاتين على قتلاهما؟ ونهاه عن ذلك وردعه ردعا شديدا، حتى مع الخصوم مع الأعداء لا ينبغي لذوي القلوب المرهفة أن يمروا على الجثث، لأن هذا مشهد مؤلم صعب على المرأة والطفل لا يليق. كان هذا المشهد من الأهمية بمكان. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يهتم بأسر هؤلاء الشهداء، لأن الناس يشغلون
بميتهم، فإذ به في أبناء جعفر بن أبي طالب يقول للصحابة: اصنعوا لآل بيته، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلهم اليوم ما هم فيه. مصيبة وفاة عائل الأسرة وإن كان في حرب شريفة ومقدرة ومصيره الجنة، إلا أن الناس يحزنون، وعند الحزن لا يفكر الإنسان في الطعام. اصنعوا لآل جعفر طعاما. ثم بعد أيام بحث عن أبناء جعفر وذهب بهم إلى الحلاق وبدأ يسري عنهم ويحملهم ويداعبهم. ثم بعد غزوة أحد بحث عن ابنة الحمزة عمه، فقال له علي: يا رسول الله، أفلا تتزوجها؟ يعني هو يسأل ليطمئن على ابنة حمزة الذي استشهد منذ أيام. فقال له: إنه أخي في الرضاعة، إنها ابنة أخي، لا تجوز شرعا. وقصد علي ذلك أني يعني تكون في رعايته. ومن إنسانياته مع هؤلاء ممن لقوا الله عز وجل دفاعا عن دينه، ولد مولود بعد وفاة الحمزة، فقال لهم: سموهم بأحب الأسماء إلي، سموه الحمزة، فسمي الحمزة. يعني هذه درجة من درجات الوفاء، ومسألة عظيمة جدا. كان بعد الحرب صلى الله عليه وسلم يبحث عن الجنود، عن جنوده: أين فلان؟ أين فلان؟ ماذا حدث لفلان؟ وكان هناك شخص لا ينتبه إليه أحد يسمى جليبيب. جليبيب هذا من بسطاء الناس، ولم يكن جميلا، يعني كان قصيرا وكذا بسيط. ولما ذهب يتزوج رفضه أهل الزوجة، لم يكن من عائلة، ولم يكن جميلا، ولم يكن ثريا، بسيط جدا يعني. فتوسط له النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجوا. ففي الأول قالت البنت: تردون صاحب رسول الله؟ أخشى أن يصيبنا الله بعذاب. فلما توسط النبي قبلوا. بعد زواجه ذهب إلى غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشهداء، عن الجرحى، عن أصحابه، ويقول فلان، ويقول: ولكني أفتقد جليبيبا. أين جليبيب؟ يبحث فيجده بين سبعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. معنى في غاية الأهمية، أن هؤلاء الضعفاء الذين تكون بهم الجيوش، قال عنهم: ابغوني في ضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ البحث عن الضعيف، غير المعروف، غير المشهور. الناس تهتم بالمشهور أحيانا وبتكريم أسرته وكذا، لكن عوام الناس البسطاء من لهم بعد الله عز وجل إلا أهل الإخلاص والوفاء. كان على رأس هؤلاء الذي يعلم الجميع هذا الأمر محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت أخلاقه بعد الحرب في إنسانيته مع إخوانه، مع أعدائه، يعني في مشهد إنساني عظيم. صلى الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونفعنا بسيرته، وجعلنا من المقتدين والمتأسين بسيرته وسنته، اللهم آمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.